الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وهدانا إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأوضح الدلالة وأزال الجهالة، محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين يوم القيامة، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه المصطفين الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيسرني في هذا اليوم الأغر الكريم المبارك أن أتوجه بخالص التحية إلى فخامة الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإلى فخامة الأستاذ الدكتور عبد الله معتوق المعتوق رئيس هذه الجلسة، وإلى السادة الوزراء والعلماء وأصحاب الفضيلة والفخامة الذين شرفوا مصر الكنانة في هذا اليوم الأغر الكريم المبارك، حيث هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى مفهوم عوامل بناء الدول وفي فقه الدولة المعاصرة. ويسرني أن أشترك في هذا المؤتمر بهذا البحث المتواضع عن مفهوم الدولة وأركانها بين الماضي والحاضر. وكما هو معلوم في أدبيات القانون أن الدولة تقوم على أركان ثلاثة، هي الشعب والإقليم والسلطة الحاكمة، فإنه يصار سؤال في غاية الأهمية كنتيجة مهمة لبعض التحديات الواقعة في عالمنا المعاصر. وهذا السؤال: هل الحكومات والجماعات الإرهابية التي تسمي نفسها حكومات أو تعبر عن نفسها خلافة باسم الخلافة، هل هذه الجماعات الإرهابية التي تطلق على نفسها هذه المسميات تعد دولا بالمعنى الفني الدقيق لكلمة الدولة؟ هذا للإجابة على هذا السؤال أو التساؤل أقول إن هذه الجماعات وهؤلاء الخوارج كذبة على الله سبحانه وتعالى وكذبة على الشعوب، ويحاولون أن يسترقوا عقول الشباب بالأوهام عن حديث الخلافة الذي كان سائغا في وقته وفي عصره، ولم يعد له وجود في وقتنا المعاصر في هذه الآونة وفي هذه الحقبة من تاريخ عالمنا العربي والإسلامي. فهؤلاء مغتصبون، وهؤلاء كاذبون، وهؤلاء خارجون على حكوماتهم وخارجون على دولهم، واغتصبوا أراض وتعدوا على حكومات وعلى أشخاص وارتكبوا جرائم ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ثم فهؤلاء يستوجبون إقامة حد الحرابة عليهم الوارد في قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى آخر الآية. أيضا السؤال الذي يطرح نفسه ونحن بصدد هذا الأمر: الإسلام عرف قديما طرقا معينة لاختيار الحاكم في الدولة الإسلامية، وهي كما تعلمون حضراتكم البيعة والاستخلاف والتغلب. وكما تعلمون أيضا أن موطن الخلافة والحكم من أمور الدين ليس من باب العقائد، وإنما هو من فروع الدين أو من أمور الفقه كما يقولون. والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا في هذا السياق وفي هذا الصدد: هل هذه الأمور هي أمور تعبدية تعبدنا الله عز وجل بها بحيث لا يجوز لنا أن نتقدم عنها ولا نتأخر عنها؟ والإجابة على ذلك أنها قطعا بالنفي، فهذه الأمور ليست تعبدية كما يحلو للبعض أن يروج لها حتى يستلب عقول الشباب بدعوى الخلافة والسير على نمط الماضي القديم الذي سوغه ذلك العصر وسوغته ظروف الزمان والمكان آنئذ. فهذا الكلام ليس سائغا في هذه العصور وفي هذه الأزمان، وهذه الأمور ليست أمورا تعبدية بالقطع، وإنما هي أمور اجتهادية جرى بها عرف الزمان والمكان في ذلك الوقت. أما في هذه الآونة فكل ما أنتجته القرائح والعقول الحديثة والأنظمة المعاصرة في دول العالم العربي أو غيره، أو في دول العالم الإسلامي أو غيره من
الدول الموجودة في هذا الزمان وفي هذا المكان نستطيع أن نستفيد من هذه الخبرات، طالما أنها تحقق مراد الله عز وجل من اختيار الحاكم الذي يقوم على حراسة الدين وعلى سياسة الدنيا. أيضا من الأمور التي جرى بها الكلام قديما في كتب الفقه والتي يروج لها كثير من الجماعات، فكرة توحيد الحكومات ولا توجد إلا حكومة واحدة وخلافة واحدة، وهذا يدعونا إلى إثارة فكرة تعدد الحكومات وتعددها بتعدد الدول. هل هذا الأمر سائغ الآن؟ يوجد لدينا في كتب الفقه القديم والحديث أن هذا الأمر أمر أوجدته وأوجبته طبيعة الظروف نظرا لتنامي أطراف الدول واتساع رقعة العالم العربي والإسلامي، وبالتالي فالقول باجتماعهم جميعا على حاكم واحد وعلى دولة واحدة مما يتعذر في هذا الزمان وفي هذه العصور وفي هذه الأمصار. ومن ثم فتعدد الحكومات وتعدد الدول على النحو الذي هو موجود الآن أمر يسوغه الشرع الحكيم ويسوغه الإسلام، طالما أن في ذلك تحقيقا لمصالح المسلمين، حيثما توجد المصلحة فثم شرع الله. وبالتالي فالأخذ بالأنظمة المعاصرة التي تدعو إلى توقيت مدة الخلافة والأخذ بالانتخابات المعاصرة التي تحدث عنها أستاذنا الدكتور الهدهد، كل هذه الوسائل أمور مصلحية وليست أمورا تعبدية تعبدنا الله عز وجل بها لا يجوز أن نتقدم عنها أو نتأخر، وإنما كل ما يخدم المسلمين وكل ما يحقق العدالة وكل ما يحقق الاختيار الأفضل للحاكم كل هذه الأمور سائغة وجائزة في إطار الشرع الحنيف، لأنها أمور مصلحية. كل ما يحقق المصالح فالشرع به جار. وأكتفي بهذا سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر الكنانة وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ رئيسنا المفدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يضرب بيد من حديد على الإرهاب في شتى ربوع القطر المصري. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.